اخد اتصال من نادية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة ازيك يا الله. استاذ دعاء؟ ازاي اهلا حضرتك؟ وسهلا، اهلا بيكي. ربنا يكرمك. انا ليا بس سؤال للشيخ. اتفضلي اتفضلي. لو انا بتضايق ساعات من جوزي في بعض التصرفات، في اخلاقياته وفي سلوكياته، في تقصير كتير، تمام. وانا جيت في، يعني لما بتضايق جدا بحكي شويه مع ماما، بحكي شويه مع اختي، مجرد فضفضه بس من الضيق، انا مستحملاه وصابره ومفيش مشكله خالص، ولكن من كتر الضغط بشتكي شويه مع ماما او اختي او كده. فهل ده يعتبر قنوط، او ان انا مش مستحمله، او ربنا ما يأجرنيش على صبري، فان انا المفروض يبقى كل حاجه بتحصل ما اتكلمش فيها خالص، او ما احاولش ان انا اتكلم مع حد، حاضر ولا كده انا صابره ولا مش صابره ولا ايه؟ حاضر، ماشي، شكرا ليك يا نادية. كملي معايا المثل ده يا حاجة دعاء. ها، الشكوى لغير الله. مازال. طيب واحدة جوزها مطلع عينها، تصبر لحد امتى؟ تصبري لحد الصبر ما يمل، لحد ما تلاقيش مخرج. وعايز اقول لكل زوج وزوجة، وخاصة في سنة أولى زواج، حضانة، بيبقى كي جي 1 زواج، ده بيبقى أصعب سنة، خدوا بالكم مش أحسن سنة ولا حاجة. طيب أعمل إيه؟ اتنين بيكتشفوا بعض، كل واحد من عيلة وكل واحد من بيئة معينة، ربما عادات وتقاليد ده تتصادم مع ده، طبيعي جدا جدا جدا. فنعمل ايه؟ يقول لك الصبر. حتى في موضوع الانجاب نفسه الطب يقول لك بنصبر عليهم سنة. ليه؟ على ما يحصل توافق ويحصل تناسق سبحان الله وتعالى. طيب بوصيكم وصية بقى للأزواج، وبوصي نفسي قبليكم، اوعى تطلع سر او سر بيتك بره. كانوا مشايخنا يقولوا لنا لو يقدر الزوج والزوجه يخلوا اسرارهم جوه اوضه نومهم يبقوا 100 100. ليه؟ كل السر ما يطلع بره يا فندم الاطراف بتكتر، وكل الاطراف ما بتتدخل البهارات بتزيد والغيبه بتزيد والتسخين بيزيد، باظت مننا الايه؟ ها. ولذلك ربنا ما قالش حكام، قال ايه؟ فابعثوا حكما. لما الضيق بقى خالص اهي، من أهله وحكما من أهلها، يعني كل الأطراف ما يزيدوا الكلام يكتر والدنيا تخرب. فأنا عايز أقول لحضرتك وأنت راجل، يعني العادات العرفية والناس الكتير والكلام ده بتبوظ الدنيا. ليه؟ الشيطان بيشتغل على النقطة دي بقى. ده بتاخده الحمية شوية. طيب هو برضو طبعا ده اللي حضرتك بتقوله ده الصح، بس بيحصل إنه البنت بتفضفض لأمها، بتفضفض لأختها، بتحصل أمانة بقى. الفضفضة دي أمانة، بس ما تفضفضيش لأي حد وفي أي وقت، خلي الفضفضة ده آخر حاجة، ولو قدرت ما تفضفضيش أحسن وأفضل بكتير، وعشان تحافظي على نفسك وزوجك وبيتك.